الحقيقة يعني هاي الأرض زي ما أنتم شايفين أرض مغلقة على المواطنين، ما بيقدروا يوصلوها نتيجة غلات المستوطنين الموجودين، مسكرين المنطقة بالكاملة زي ما شفنا تحت، عاملين سدد بالحجارة، لا السيارات قادرين نوصل بسياراتنا إلى أراضينا، مضطرين نحط السيارات في أماكن بعيدة نتيجة غلات هؤلاء المستوطنين الذين يمنعون المواطنين من وصول حقولهم والقيام على واجبها وخدمتها. الشيء الثاني الصحيح اللي يعني يندى له الجبين انه هذول المستوطنين بيقوموا بقطف الزيتون في خلال الموسم، يعني عمالهم احنا جينا هي معظم الغرس ملقط ويعني بمارسوا حق السرقه على هذه الاشجار. يعني الحقيقه ان الوضع صعب جدا، ان شاء الله ربنا يعني بيرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن هذه القريه المحاصره قريبا، ونامل من الله يعني حقوق الانسان الناس الاحرار انهم يساندوا ويشوفوا قديش هذول الناس غلاة فعلا يتجذرون في ارض ليست لهم ويمتلكونها بغير حق. ومن هنا يعني نناشد العالم الوقوف مع هذا الشعب المظلوم المحاصر، لان فعلا يعني لم يبقى له هذا يعتبر مورد اساسي لمزارعينا ومواطنينا. قطف الزيتون بيستناه المواطن من السنه للسنه، ولما يجي يلاقيه ملقط يعني هذا بأي حق؟ ما بعرف أي حق، لا يوجد حق دولي بيسمح لهم ولا حق قانوني ولا ديمقراطية اللي بتغنوا فيها إن يعني يمارسوا هذا الظلم وهذا الفساد. الحقيقة حتى جهدنا أمام هذه الغطرسة وأمام القوي عايب، يعني هذا الاحتلال الظالم اللي بيقول لك أنا هنا هذه أرضي، يعني الوضع صعب جدا. المستعمر بيجي وبيولي، بس المحتل بيقول لك أنا هاي أرضي بدي قاسمك فيها، بأي حق بدي قاسمني فيها؟ هاي أرض اتوارثناها عن الجدود، إحنا راح نبقى على أرضنا وراح نتجذر في أرضنا وراح ندافع عن أرضنا، وراح يعني حتى إذا اضطرينا للتنسيق راح ننسق إن شاء الله. ربنا يغير هذا الحال لأحسن، أملنا بالله كبير. فعلا هاي المنطقة هذا الشيك الموجود هو عبارة عن استيلاء على قطعة أرض لأهلنا من بتين، وهايهم قاعدين بيعمروا فيها كأن الأرض إلهم. وكما ترون يعني الناس حتى هايبين يوصلوا أراضيهم من هذول المستوطنين الذين يقومون بالهجوم بغاز الفلفل والأدوات الحادة. فإحنا يعني أوكلنا قضية المدخل الرئيسي إلى جهة قانونية إسرائيلية وجهة قانونية فلسطينية في محاولة لفتح مدخل القرية، وإن شاء الله الجهة الشرقية رافعين كمان شكاوي على المستوطن الجاثم عليها، وإن شاء الله يعني هذا اللي نتبعه في مطالبات شعبية إن شاء الله.